حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. احنا النهارده جاي لكم بشويه موديلات صيفي من اللي انتم مستنيينها. بس قبل ما نبدا الفيديو هناخد فكره عن التصفيات الشتوي وهنرجع لكم نعرض الصيفي. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. احنا دلوقتي يا بنات هنا في فرع الملواني الثاني اللي هو فيه تصفيات الشتوي. اي عبايه في المكان هنا ب 130. ازيك يا هاجر؟ الله يسلمك. هاجر يا بنات هي اللي هتبقى موجوده معاكم هنا لما تيجوا ان شاء الله، وعايزه اقول لكم يعني عندها صبر، اختاروا براحتكم وهتطلع لكم كل اللي انتم عايزينه ان شاء الله. هنبدا باول موديلاتنا. ايه؟ تمام. دي الورده الطايره دي انا بحبها قوي. بصوا اه طبعا دي بحزام، احنا عارفين احنا مش هنشرح موديلات، احنا عارفين الموديلات دي لان هي كانت معانا قبل كده في الفيديوهات. فدي بحزام بتلميها. في كمان موديل ايه؟ عندي ده موديل. كل ده اللي هنعرضه يا بنات ب 130. انتوا ليكم ان انتوا تتخيلوا بقى اي حته في المحل هنا ب 130. في عندنا كمان يا بنات العنكبوت نازله معانا برده، انتوا عارفين انا بحبها، معانا اهي ب 130. طبعا المقاس اللي موجود هو اللي انت بتاخديه، فانت عشان كده لازم بتبقي موجوده الموديل ده موجود فيه المقاس ده هتاخديه. شوفي لو في منه، يعني انا شايفه حته واحده تقريبا، ممكن تلاقي في موديل تاني مقاس تاني وحته تانية بلون تاني، يعني تيجي واختاري بنفسك. بصوا السلاوي طبعا الله عليه، يعني مع القاستك ده كده والشغل اللي هنا تحفه. لسه في كمان معانا، ورينا اسمه ايه؟ بومبي. انت بتيجي الموديل ممكن يبقى فيه منه مقاسات، فهتلاقي او مش هتلاقي، دي تصفيات. فالاسعار اللي احنا بنشوفها، الموديلات اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي ب 130 يا بنات. بصوا انا عايزه اقول لكم على مفاجاه الفيديو النهارده، ان اي عبايه باللون ده موجوده في المحل معانا النهارده ب 100. يعني ادخلي كده بصي في السرمه، وفي اللي احنا بنمسكها دي، وفي موديلات ثانيه، يعني في برده في الورده الطايره، وفي حاجات موجوده هنا اهي برده فيها اللون العسلي. في شغل كتير ما شاء الله. لما تيجوا يعني اي عبايه موجوده اللون اسمه ايه؟ العسلي. العسلي ب 100 جنيه يا بنات. اي عبايه موديل ثاني ب 130 باي لون باي مقاس، تعالي واختاري كل اللي انت عايزاه. في كمان معانا روانزا. هو كله بترمي فيه الوان ثانيه. معلش. بصوا كمان يا بنات معانا روانزا موجوده معانا في التصفيات. تصفياتها دي كام بقى؟ دي هتبقى عامله 150 ان شاء الله. دي معانا يا بنات 150 بكل الوانها موجوده. كل الوانها في كميه كبيره للتجار الجمله، في كميه كبيره، بس لازم تيجي المحل عشان تنقي اللي ايوه عايزين. تعالوا المحل واختاروا كل اللي انتوا عايزينه. تمام. في كمان البرش، شفت برش في المحل؟ اهو اهو. بصوا يا بنات البرش هنا مختلف، بصوا درجة اللون، يعني بصوا دي كده ليها حزام عاملة زي الدرس بالظبط، حلوة جدا. انتوا عارفين انا بحب البرش قوي. بصوا دي كمان رمادي مع الجنزيري تحفة. الخامات دي جميلة جدا، هدايا عيد الام يا بنات ما ننساش الحاجات دي، حلوة قوي في هدايا عيد الام. الحقي وهاتي، والعروسة اللي بتجهز الحقي وهاتي كل الشغل ده كده في التصفيات. ناس كتير جدا بتستنى التصفيات علشان تجيب وتشيل، وعلشان اللي عايزة تهادي، وعشان عيد الام والدنيا دي كلها. واي عباية معايا النهاردة ب 130. تخيل البرش دي تقدري تخرجي بيها، حلوة قوي تهادي بيها في عيد الام، جميلة جدا. وب 130 معانا اي عبايه موجوده في المحل. دي برضو في ايديها انهي؟ دي بصوا دي بقى دي ما عرضناهاش قبل كده، اول مره نعرضها، موجوده بكل الوانها، بس هي لون بكل مقاساتها، بس هي لون واحد. اللون بتاعها مش عارفاه مبدئيا كده، ده جيشي، تحسوه منغبش شويه. زيتي جيشي كده. تحسوه منغبش شويه، مش لون صريح يعني. حلو قوي لونها جديد، والشغل اللي هنا ما شاء الله تطريزه حلو. انا عايزه اقول لكم ده تركيب يا بنات برضو، يعني هي ب 130 بس برضو تفاصيلنا موجوده هي ده تركيب، يعني عشان تلبسيها مش هتشوكك خالص، والكم بتاعها استك. الموديل ده جديد معانا ونازل في التصفيات، بس هو كله لون واحد برضو، حلو قوي. هنكمل بقى الشغل الصيفي مع بعض، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. معانا بقى اول موديل صيفي. ازيك يا رسام؟ الله يسلمك. هنشوف الاول الموديلات الصيفي كده، واسعارها حلوه قوي والوان كتير جدا فيها. نشوف اول موديل. اول موديل البغبغان. بصوا بقى البغبغان ده يعني ما شاء الله عليه. اول حاجه مقاسها حلو قوي، ده مقاسها ايه؟ لارج. احنا بنبدا المقاسات دي من لارج. تمام. يعني الصيفي بيبدا من لارج. الخامه ايه؟ الخامه قطن بيور. قطن بيور ما شاء الله يا بنات، حلو قوي. بصوا العبايه ما شاء الله تطرزها حلو وطريه على الجسم. الخامه دي ما بتحرش على فكره، حلو قوي. اسمها عبايه استقبال عشان ما تمسكش على جسمك. الخامه طريه ما شاء الله. التطريز جاي من على الكم هنا، من على وش الكم يعتبر. الكم نازل على راحته ما شاء الله، حلوه جدا. التطريز واخد من اول العبايه من الجنب لغايه تحت، وسايب لك مساحه ان انت لو حابه تقصريها تقدري تقصريها برده. تمام. دي كده معانا منها اللون الزيتي. الزيتي ومعانا المستردة. والمستردة.
هو معانا البترولي الزهري. لا ده بترولي. تمام. بيقولوا عليه انديجو اللون ده، بيقولوا عليه انديجو. اه بصي اهو الزهري اهو. اه ده زهري صح؟ اه. يبقى نازل مستردة والبترولي والنبيتي والزهري ومعانا الاسود والاسود والبتنجاني الموف. الموف اهو. بصوا ما شاء الله حلو قوي الالوان، الوان التطريز مع لون العبايه حلوه جدا، والثلاث فراشات اللي نازلين دول والبغبغان بصوا كده مفيش فراغات، والتطريز بتاعها حلو قوي قوي، مطفي ما بيلمعش يا بنات، راقي جدا حلو قوي. ده كده اول موديلات الصيفي معانا. بكام ده؟ ده عامل 150 يا بنات، عشان الناس اللي بتسالني في العرض الست قطع، القطع عامله 150. القطعة عاملة 150. الناس اللي بتسأل السعر ده للشحن برضو، السعر ده للشحن وللزبون اللي هيجي للمحل. والله لونها حلو قوي ما شاء الله، جميلة جدا. اه تمام. يبقى الموديل ده معانا يا بنات ب150. هنشوف كمان الموديل اللي عليا ده، عايزه اقول لكم حلو قوي. الزبونه اللي كانت عايزاه في الشتاء وما لحقتش تشتريه، هو نزل في الصيف بقى، وبرده الوانه جميله جدا. بص هو نزل على دبل كلوش من تحت، والتطريز بتاعه جاي من على الصدر يا دوب كده من الجناب، وسبعه صغيره يعني لفه طرحه مظبوطه، والكم هنا نازل على راحته، والتطريز داير داير كده جاي بدوران من على اول الكم. ورينا كده يا بسام. انا عايزه اقول لكم انا بحب اللون الزهري جدا، الزهري في الصيفي تحفه. الفتله بتاعته فيها لمعه كده، لمعه جليتر حلوه جدا. التطريز بتاعها على فكره جميل، حرير. اه حرير، وداخل فيه خيط سيرما كده بيلمع، وداخل فيه عشان كده فيها لمعه سيرما رفيع، مش ما بيبانش قوي بس. اه عشان كده اللمعه ما شاء الله حلوه قوي على الهادي، مش اللمعه الواضحه، فما شاء الله حلوه جدا. ده كده برده لارج ولا ده ايه؟ لا لارج. بصوا يا بنات ما شاء الله حلو قوي، ومقاسها حلو واللون جميل. تمام احنا كده معانا من لها اللون الزهري. اه ومعانا الاسود والاسود ومعانا البطيخي. هو بيبدا من لارج ل 3 اكس، من لارج ل 3 اكس. طب بصوا يا بنات احنا معانا الزهري هنا، التطريز بتاعه في البيج، والاسود في البيج، والبطيخي في البيج، البيبي بلو موجود في النبيتي، والمستر الاصفر في النبيتي بقى. اه عشان وانتوا بتختاروا تبقوا شايفين الوان التطريز مع لون العبايه وتختاروا اللي يناسبكم. يعني هو مختلف هنا، بصوا الاصفر هنا عشان لون التطريز مختلف فردناها. بصوا ما شاء الله حلوه قوي قوي ما شاء الله، جميله جدا. بصوا دي لارج برضو يا بنات، مقاسها حلو. معانا كده كمان منها اللون الاسود واللون المسترد. يبقى المسترد ايه بس معايا الالوان بايظه النهارده ليه؟ بس هو كحلي قوي يا بنات، بتاعنا بيكنج شويه كحلي بتاعنا، افرد الاسود كمان عشان بعد ده هتروح فريد لي ده تقول لي اعرفك الفرق. اهو يا بنات ده كده الاسود وده الكحلي، الاثنين اهم جنب بعض. تمام يبقى احنا معانا منها الاسود والكحلي والمسترد والبيبي هنا، هتفرد المسترد. اه التطريز بتاعه يعني هنا هنا نبيتي، التطريز بتاعه هنا لون كافي كده. تمام تمام ما شاء الله برضو درجتها حلوه قوي. نعيد بس للناس الالوان سريعا كده، يبقى الاسود والبيبي بلو والاصفر والمستردة والكحلي كحلي والبطيخي بطيخي والزهري. تمام بكام بقى الموديل ده معانا؟ 150. احنا مكملين في عرض ال 150 يعني احنا معانا كذا موديل ب 150. تمام وريني الموديل ده كمان. معانا موديل نبيله. نبيله ده كان اسمه ياسمين. اه اللي فات ده يا بنات اللي انا لابساه ده اسمه ياسمين. تمام ده نبيل. تمام بصوا ده بقى ده حلو قوي، ده في شغل من ورا. اه بصوا هو بيتربط من فوق كده وليه خياطه من تحت الصدر. تمام والشغل دوت عايزه اقول لكم التطريز بتاعه الوان شيك قوي مع لون العبايه، والاستك الكم بتاعها نازل على استك، وبرده تطريز واخد وش الكم. بصوا كمان ليها شغل ورا وليها خياطه ورا يا بنات، عشان الناس اللي بتسال الخياطه لفه على ورا كمان. تمام الخامه بتاعتها قطن بيور. اه كله قطن بيور. طيب هي ليها نص ياقه يا بنات على فكره، وخدوا بالكم كل قطعه مكتوب عليها ال ملواني، كل قطعه في المحل وانت بتستلمي الاوردر وانت واقفه بتشتري، عشان تبقي عارفه ان هو المحل وهو المكان. احنا هنا ال ملواني، ولما تيجي قولي تابع قناه شيماء الجوهري عشان تستفيدي بالاسعار اللي احنا بنقولها في الفيديو. ده اللون البيبي بلو، ده البيبي بلو، وده الزيتي. الزيتي في الوان التطريز بصوا بقى اورانج وبيج وذهبي وبني، الالوان مع بعضها ما شاء الله حلوه جدا، حلو قوي. الموديل ده عامل زي الدراس كده يا بنات ما شاء الله حلو قوي. تمام ده كده لون الزيتي والبيبي بلو. بلو. اه ومعانا النبيتي. انت هتفرد كله؟ الناس بتزعل لما بتلاقيك بتفرد كله، بيقول حرام عليك يا شيماء، هو بيفرد لوحده يا جماعه على فكره، هو بيفرد بس مش هو اللي بيطبق. مش هو اللي بيطبق. تمام بصوا يا بنات النبيتي كمان منها، بس عشان ناخد بالنا من الوان التطريز اهي. تمام معانا كمان منها اللون الزهري. الزهري فيها بجد اه هو لافت نظري بصراحه، حلو قوي. بصوا الوان التطريز معاها
تنفع ايه؟ تنفع خروج. ايوه لان الخامه مش بتمسك على الجسم. انا بشوف بنات بتنزل بيها بالظبط، الحاجات دي مش بتمسك على الجسم. بصوا الفطريز بتاعها تقدري تحطيها تلبسيها مع كوتشي ومع شنطه وطرحتك ما شاء الله تبقى عامله فعلا زي دريس. ده بيتربط عادي في يوم كهنا او بيتساب كده عادي بقى؟ لا هو يتربط، ما يتسابش، هو يتربط كده، ممكن ربطين صغننين كده وهيبقوا بنفس الطول برضو. يبقى كده معانا منها كمان الزهري واللون المستردة، برضو المستردة بتاعها حلو قوي قوي، ولو حطيتي الطرحة بتاعتها على الدرجة دي هتبقى تحفة. مستعجل ليه بس؟ بصي يا بنات مقاسها حلو، دي برضو لارج. دي لارج ما شاء الله، عايزه اقول لكم مقاسها حلو قوي. تمام يلبس 80 كده، يلبس 80 85 صغير. بصي يجسم عادي يعني، انت معاكي ما فيش شغل، تقدري تلبيها بالظبط في مش كده دي على واسع. تمام بصوا كمان يا بنات الاصفر بتاعها درجه الاصفر حلوه، مش الاصفر الفاقع، درجته ناعمه قوي جميله ما شاء الله، والوان التطريز برضو معاها حلوه قوي جميله جدا. بصوا كمان الكم اهو يا بنات، تمام ما شاء الله حلو قوي. وطبعا الكم بتاعها نزل على الاستك عشان واحنا بنشوف تفاصيلنا نبقى واخدين بالنا منها. الابيض منها حكايه ما شاء الله، حلو جدا، لوحه فنيه. يعني برضو الحاجات دي ممكن عروسه تستقبل بيها ناس تخرج بيها، يعني هي عامله زي الدرس ما شاء الله حلوه جدا. تمام يبقى احنا كده معانا منها كمان اللون ده. ايه اللون ده؟ ده بترولي عشان بس ما نختلفش مع بعض تاني. تمام ما شاء الله. بصوا الوان التطريز برضو مع لون العبايه، انا ما وردتكوش في الابيض لان الابيض اي لون هيليق عليه. ده اهو البترولي. تمام وفي منها كمان اللون الاسود. الاسود تحسيها يعني هي خلاص خروج، يعني اللي شاكك خروج ولا مش خروج، لا هي خلاص خروج معاكي. حلوه جدا الوان التطريز برضو فيها ما شاء الله جميله قوي، مديكي المساحه تحطي درجات الوان كتير جدا في الطرحه. تمام اللون الكشمير بتاعها طبعا اللون الكشمير بتاعها ما شاء الله برضو حلو قوي، لونه هادي قوي جميل. وبصوا الخطوه نازله على دبل كلوش، يعني انت لو ماشيه ومستعجله هتمدي براحتك وتمشي خطوه سريعه. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ تعالى اتفضل معانا في الفيديو. عامل لنا موديلات حلوه قوي واسعار جميله ما شاء الله. والله احنا كده ده لسه ما ابتديناش، كده بنسخن بس كده، بس بنوري الناس كده حته سكره كده من الصيف، لسه السكر كله جاي بقى ان شاء الله. تمام احنا قلنا دي كده 150 اول ما نيجي كل اللي جاي 150، كل الشغل اللي احنا هنعرضه 150. اخر ثلاث موديلات ليهم سعر تاني، لكن كل اللي هنعرضه في الفيديو يا بنات 150. تمام بس ما تجروش الفيديو، اتفرجوا برده على الفيديو عشان تشوفوا الموديلات، وما تنسوش تعملوا لايك وانتوا بتتفرجوا. دم دي الثلاث بلاوي، الثلاث بلاوي ادي 1 2 3 بنات وراك اهو. تمام بصوا يا بنات والتطريز بتاعها جاي على الكم هنا برده ملفوف كله كده حلو قوي، والشغل بتاعها التطريز الالوان دي برضو تديكي مساحه. قرب كده على الصوف بارز، صوف بارز تحس انها يعني ما شاء الله حلو قوي. في فرق بين الحرير الحرير اللي هو ده ده حرير كسيف برضو، الحرير اللي هي بتاعت مستحيل تلاقي في السوق الياسمين. الحرير ده بارز عندنا احنا، بارز كامل هنا كامل ازاي، مفيش فراغات. لا انا باثق في شغلكم بصراحه، وبقلب الحاجه وبنتفرج عليها على الفيديو مع بعض وبنشوف التفاصيل والاستك ومش الاستك، كل تفاصيلنا بنشوفها وانا معاكم في قلب الفيديو. تمام والزهري بتاعها تحفه، الالوان تشكيل الالوان ده مع بعضه حلو قوي. برده يا بنات ما ننساش كل قطعه مكتوب عليها الملواني، وانت بتشتري وانت موجوده في المحل اتاكدي من كل الشغل عشان تعرفي ان انت موجوده في محل الملواني. ده ميديوم، ده ميديوم. المقاسات بتبتدي من لارج لغايه كام؟ 2 اكس، 3 اكس. يعني احنا شلنا الميديوم عشان الصيفي مقاساته ما بتاخدش تدي زي الشتوي، شلنا الميديوم وبدانا باللارج وكبرنا درجه. تمام وكمان ده بيس هيلبس 130 كيلو، ده بيبقى سهل، هيلبس 130 مرتاح. تمام حلو قوي. الموف ده برده بصوا يا بنات اللون ده، ده موف عنابي كده صح؟ حلو قوي يا بنات ما شاء الله، بتنجاني. تمام ما شاء الله والوان التطريز برده فيه تحفه، والدرجه دي شياكه قوي. اسمه موديل الثلاث بلابل عشان ما ننساش، اللي عايز اللي عاجبه موديل يعمل عليه سكرين شوت ويبعته على الواتس، وما ينساش يقول طبعا قناه شيماء الجوهر يا بنات عشان تستفيدوا بالاسعار اللي موجوده في الفيديو، لان الشغل اللي بينزل الصيفي بينزل باسعار ثانيه خالص، بس احنا عاملين عروض علشان القناه. ده كده اللون البيبي بلو ولا الاكوا؟ البيبي بلو. تمام ما شاء الله حلو جدا الوان الوان التطريز ما شاء الله معاها تحفه تحفه تحفه. حطي الطرح اللي انت عايزاها، يعني بصي اي لون هيمشي معاها ما شاء الله. معانا كمان اللون اسود ده كحلي كده. تمام ما شاء الله حلو قوي ده كحلي. تمام برده يا بنات كل قطعه كحلي، كحلي او اسود بقى، يعني احنا هنشوف احنا ونصيبنا. الاثنين قريبين بعض. كل قطعه يا بنات مكتوب عليها الملواني، اللون البطيخي كمان
برضو المقاسات موجوده معانا من اول لارج لغايه 3 اكس لارج. يلبس 130 مرتاح. 130 استاذ احمد لسه. 130 بس. تلبس 130 مرتاح يا بنات ما شاء الله. برضو معانا منها اللون المستردة. جميل جدا المستردة مع النبيتي مع الزهري، كل الوانها حلوه والتطريز بتاعها على فكره بارز فعلا حلو قوي. تمام ما شاء الله جميله جدا. في كمان يا بنات الموديل اللي انا لابساه ده، انا عايزه اقول لكم هو زي ما يكون دريس كروب، هو بيتلم من هنا بتضيقي وتوسعي من الحزام دوت، وهو يا دوب الجزء ده كده تمام وتلتين كم ونازل كده واسع. يعني بص هو ما فيهوش خياطه، حلو قوي للناس برده المليانه وناسب معاها. ده اول مقاس، هما مقاسين واحد واثنين. بص يا بنات عامل ازاي، زي ما يكون دريس كده. انا عايزه اقول لكم حلو جدا والوانه كمان كلها جميله. في منه اللون الذهبي اسمه الياباني شرايط. الياباني شرايط. بص يا بنات عامل ازاي الحزام هنا بقى، ده بيتربط كده بيتشد كده زي ما كده يا بنات، بيبقى عامل بصوا زي الدريس بيتلم يتوسع. يعني ميزه بقى الموديل ده معانا ان هو عامل تقدري تجيبيه هديه لحد. لو انت عيد الام جاي، احنا في شهر 2 خلاص اهو عيد الام جاي، لو عايزه تجيبيها هديه تحفه مليانه جدا. وده طيب بس تحفه حلوه قوي ان انت تجيبيها هديه لحد ما انتش عارفه مقاسه. يبقى ده يلبس من 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 75 تقريبا، من 75 ل 90 على فكره، يعني اللي هو واحد اللي هو مقاس واحد. اثنين بقى لحد 120. اثنين لحد 120 و130 كمان، لان مقاس واحد على فكره كبير. انا مش عايز اقول يعدي ال 90 بس خلينا في الامان، يعني مقاس واحد لغايه 90. تمام. في كمان منه نبيتي ومعانا المستردة الاصفر. ايوه سوري هو البترولي الكحلي. يبقى ابيض بس نسيوا يجيبوه من المصنع. احنا كده معانا منها يا بنات الكحلي والبترولي والاصفر والنبيسي، واللون الزهري بتاعها خطير، واللون الاسود كمان اللي عليا ما ننساهوش. الموديل ده معانا النهارده ب 150. لسه في موديلات معانا ب 150 وموديلات عدت ب 150. دي اسمها شرايط ياباني او ياباني شرايط، يعني حاجه كده. اعملوا سكرين شوت للموديل اللي عجبكم يا بنات وابعتوا لهم على الواتس، وما تنسوش تقولوا طبعا قناه شيماء الجوهري. الموديل ده كمان حلو قوي. بصوا تحفه، بصوا التطريز ما فيهوش فراغات خالص، والجيب بتاعها ما شاء الله شكله حلو قوي. شطرنج اسمه، شطرنج ولا الجيب اسمه شطرنج؟ الموديل اسمه شطرنج. تمام. بصوا يا بنات ما شاء الله حلوه جدا، الكم نازل على راحته، اللون مع الوان التطريز مع كل تفاصيلها ما شاء الله حلوه جدا. بصوا ده كده مقاس اي لارج، ده كده اول مقاس. اول مقاس يا بنات في الصيفي بيبدا من لارج لغايه 3 اكس. 3 اكس بيلبس 130 مرتاح. تمام. يبقى احنا معانا منها اللون المستردة ومعانا اللون الديب بلو. تمام. سنوفرجنا ما تفردش عشان حرام بقى. الزهري والزهري كمان بتاعها جميل ما شاء الله، عايز تفرده والله. والزيتي الزيتي بتاعها جميل قوي ما شاء الله. وفي النبيتي وفي البترولي وفي الابيض جميل. بصوا الالوان مع الابيض تحفه، حلو قوي. الكشميري وفي الاسود والاصفر. ايه الالوان دي كلها؟ 10 الوان. 10 الوان ما شاء الله. بصوا كده الابيض بتاعها، انا هفرد بقى دي. تمام. بصوا كده الابيض ما شاء الله تحفه فنيه بجد تحفه. تخيلي كده دي هديه عيد ام ولا دي عروسه وبتجهز وجابتها، حلوه جدا. الموديل ده على فكره شيك قوي وراقي كده في نفسه، ونص ياقه من فوق وليه فتحه صغننه من على الرقبه عشان لو هتلف طرحتك او قاعده مع ضيوفك. تمام. الزهري بقى في دماغك النهارده يا بسات. بص درجات الفوشيا مع الزهري، الالوان دي بجد مع بعضها تحفه، حلوه قوي. الموديل ده تحفه، حلو جدا. بحب الحاجات اللي زي دي بتبقى مريحه جدا في اللبس. صحر. ده صحر معانا شتوي وصيفي. منورانا. ده من غير حزام، هو كان معانا في الشتوي بحزام. تمام. بصوا يا بنات الجيب بتاعه بفرنشه كده، بصوا عايزه اقول لكم واسعه فكره في الصيفي جميل، حلوه. واسعه حلوه، مقاس لارج يا بنات، مقاسه حلو قوي. برده فرنشه هنا من على الرقبه فوق، والتطريز السناوي ده حلو جدا. بصوا برده طبقتين على فكره، طبقتين والله او ربنا، حتى في الصيف اهو يعني باينه، مش عارفه باينه ولا ايه، لان هي جايه من تحت ابينها. هو ده الظهر بتاعها. احنا صح، استنى، لا ما احنا ممكن نعمل كده يا جماعه، اهو الظهر اهو الخياطه موجوده وتمام الدنيا كده. تمام. يعني عايزه اقول ان الشغل ده تركيب مش هيضايقك وانت لابساها، حلو قوي. معانا كده اللون الاسود منها، ومعانا الكحلي كمان، ومعانا الاصفر تحفه فيها منور كده، ومعانا النبيتي والنبيتي ومعانا المستردة والمستردة والبيبي بلو
والبيبي بلو ابيض فار خطير، والابيض طبعا تحفه، والزهري والزهري والكشميري والكشمير والبترولي. لا برضو 10 الوان دول حلوين جدا. يبقى البترولي والكشمير والزهري والابيض والايه بيبلو. والبيبي بلو والبستارده والنبيتي والاصفر والكحلي والاسود. معانا الموديل النهارده يا بنات ب 150. الموديل ده عايزه اقول لكم موديل سحر، لما تيجوا تطلبوه اسمه موديل سحر، تعملوا سكرين شوت للموديل اللي بيعجبكم وتجيبوه. الموديل اللي عليا ده ما تنسوهوش يا بنات، ما يعديش من تحت ايديكم لا هو ولا الموديل اللي هو قلنا عليه ايه، هنرجع لكم ليه تاني هبقول لكم عليه. بس كده الموديل ده ثلاث مكعبات، تاني ثلاث بلالي، الرقه دي ثلاث مكعبات، الرقه دي بصوا بجد تحفه، يعني حاجه كده للناس اللي ما بتحبش الشغل كتير، حلوه قوي ما شاء الله. الشغل من هنا بس سان بوكسين كده اتنين، حلو قوي ده كده مع اصلج، ده لارج بيبدا لارج 3 اكس، لارج 3 اكس تمام. ده الشغل من تحت، بصي ما شاء الله الاسود بتاعها برضو حلو قوي، وبغمقين الالوان عشان لو هتجيبيها لحد كبير في السن فهم حاطين الالوان بتاعه التطريز على الغامق، ما شاء الله حلو قوي عشان كمان تقدري تخرجي بيها مع طرحه. على فكره الموديل شكله حلو، تحسيه فعلا خروج، والخامات بتاعته الخامات الصيفي تحسي ان انت تقدري تخرجي بيها برضو، جميله جدا. الموديل ده حلو قوي، و150 معانا برضو، ده 150 معانا يا بنات. في منها اللون المستردة كمان، ومعانا النبيتي، يبقى الزهري والاسود والمستردة والنبيتي والبيبي بلو، والبيبي بلو ابيض، افرد الابيض، الابيض في الصيفي على فكره بيبقى تحفه. بص الابيض دي مقاسها ايه، دي 2 اكس، دي 2 اكس كبيره يا بنات ما شاء الله، حلوه جدا. لسه في كمان 3 اكس، 3 اكس يلبس كده 130، لما ده يبقى 2 اكس 3 اكس يلبس 130 مرتاح. اصفر والاصفر كمان، اصفر كناري والبترولي والكشميري، الكشمير والزيتي بتاعها تحفه برضو. ما شاء الله تحفه، حلوه جدا والله ما شاء الله. دي مقاس لارج يا بنات، مقاسها حلو. دي كده معانا يا بنات ب 150 جنيه. خلينا بس كده مركزين مع بعض. لون الكشمير معاه النبيتي والاخضر، هنا اللون البترولي معاه الاحمر والابيض والاصفر، الوان تطريز مختلفه، كل واحده ليها الوان تطريز تليق عليها عشان لما تيجي حتى تحطي طرحتك زي ما قلت في اول عبايه كده اللون الاسود اللي هي حاطين معاها تطريز غامق علشان يمشي لو هتجيبيها لحد كبير او هتخرجي بيها. فما شاء الله يعني واخدين بالهم من الوان التطريز كويس قوي. الموديل ده انتوا عارفين انا بحبه جدا. بص الموديل ده تحفه، ده برده شكله 2 اكس على فكره، مقاسه كبير. الخامه قطن بيور، عشان الناس اللي بتسال احنا قلنا في الاول الخامه قطن بيور، ده 3 اكس، ده 3 اكس ما شاء الله حلو قوي. الكم بتاعها ليه، بصوا ليه فتحه اهوت من على الكم، جميل تمام. الموديل ده واخد الشكل المغربي شويه، نص ياقه من فوق والتطريز على الياقه، والياقه طبعا متبطنه علشان ما يضايقكيش التطريز. بصوا ما شاء الله حلوه ازاي، تحفه جميله جدا. ده كده اللون الاقوى، معانا البترولي والبترولي، معانا النبيتي والنبيتي تمام، ومعانا الكشميري والكشمير، معانا المستارده، المستارده الكشمير بتاعها حلو قوي، والزهري خطير، والاصفر، والاصفر مع الاخضر يا بنات. يبقى كل واحده برده ليها لون التطريز بتاعها، كل يعني اللي يعجبه موديل يعمل عليه سكرين شوت مثلا للالوان وحددوا له، ويعمل دايره كده او بعلامه صح او دايره على اللي انتوا عايزينها. كل واحده وليها الوان التطريز بتاعها زي ما احنا شفنا كده. برده الموديل ده معانا ب 150. الله بصوا الشياكه بقى، عشان لسه ما حفظتش اسامي الموديلات، خدوا سكرين شوت يا جماعه عشان بسام لسه ما حفظش الاسامي. بصوا ما شاء الله جايه تحت على دبل كلوش، بصوا الشغل بجد شغل في منتهى الشياكه، حلو قوي 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 ما شاء الله. بصوا الكم كمان هنا برده واخد نفس التطريز اللي موجود من تحت، وليه استك، وكل قطعه مكتوب عليها الملواني، والصدر بتاعها مربع للناس ما بيحبوش الصدر مقفول بيضايقهم مثلا، دي صدرها مربع. بصوا حلوه جدا ما شاء الله. الخامه بتديكي المساحه ان انت تقدري تخرجي بيها، ما بتلزقش على الجسم، ده قطن بيور يا بنات ما بيحرش على فكره. ده كده اللون الزيتي، ومعانا البترولي والبترولي، ومعانا المستر الاصفر والاصفر، ومعانا الابيض والابيض تحفه، الابيض الدرجات مع الابيض تحفه، ومعانا كمان اللون الاكوا، ومعانا الكشمير والكشمير والنبيتي والنبيتي والزهري والاسود. برضو يا بنات مش عايزين نبقى نفضل فاكرين ان كل عبايه من دول ليها الوان التطريز بتاعها، يعني عندنا الكشمير بصوا على الرمادي مع الجنزيري، خط الصوف ده بيختلف بالظبط، والاسود هنا برضو الجنزيري مع الاصفر، مع كل واحده من دول ليها لون التطريز بتاعها. تعملي سكرين شوت على الموديل اللي عاجبك وحددي له اللي انت عايزاه بالظبط. المقاسات معانا من لارج لغايه 3 اكس، تلبس 130 مرتاح. نشوف دي، طيب بصوا ما شاء الله تحفه،
الوانها هاديه قوي، يعني هو الكشمير هادي وشيك في نفسه، كمان الالوان التطريز بتاعته ما شاء الله حلوه جدا. الاختيارات الصيفي المره دي بالوان التطريز ما شاء الله حلوه جدا يا بنات. بصوا بصوا الشغل بتاعها بجد راقيه جدا، الموديل ده راقي جدا حلو قوي. ده برده معانا ب 150. انت عاجبك بسام بيفرد الالوان اللي عاجباه. بصوا يا بنات حلوه فعلا ما شاء الله. بصوا التطريز برده من تحت ومن شغل شياكه قوي. اجل ام جايه يا بنات، اللي يعجبه حاجه يعمل عليها سكرين شوت. الاسعار دي حلوه جدا. هاتي المنطق هنا في اختيارات حلوه قوي قوي لعيد الام، حاجات تضيقيها من هنا، حاجات تتلم من هنا، حاجات غامقه تقدر تخرج بيها، تقدر تقابل بيها حد، حاجات بجد تحفه جدا واسعارها مناسبه جدا جدا. بس ما تنسيش تقولي طبعا قناه شراء الجوهري عشان تستفيدي بالاسعار. بصي يا بنات الموديل ده اهو في اللبس كده، الشغل بتاعه جاي من هنا كده، والتلات بلابل واستك من على الكم، والشغل جاي من هنا بس كده، قلنا المربع اللي احنا قلنا عليه ده تمام، والشغل بقى اللي تحت. عايزه اقول لكم موديل طويل ما شاء الله، ده بيلبس من لارج لغايه 3 اكس لارج، يعني لبس لغايه 130 مرتاح ما شاء الله، مقاسها حلو والموديل حلو قوي. الموديل ده كمان يا بنات موجود، هو ده اللي قلت لكم عليه هنرجع له تاني. عايزه اقول لكم حلو عاجبني جدا بصراحه، ما تفوتوش الموديل ده شيك قوي، ويعني للاستقبال عرايس لهديه برده للتجار الاونلاين. احنا اهو في اول السيزون تقدروا تجيبوا وتشتغلوا براحتكم. الموديلات دي يا استاذ احمد مكمله معانا في الصيف ان شاء الله، يعني لسه احنا مكملين بنفس الموديلات وهنزود ان شاء الله موديلات تاني تمام. عايزه اقول لكم حلو قوي، احنا شفنا كل الوانه ما شاء الله حلو جدا الموديل ده، ومقاسه حلو، ده مقاس تقريبا واحد ده لارج ده لارج. اه تمام ما شاء الله حلو جدا يا بنات. في كمان الموديل ده ورانا في ده ده مش فلاحه خالص، ده بصي كده يعني انت هتشدي كده تلبسي كده، يعني هو دريس معاكي ما شاء الله. بصوا ومش حاطين لكم الوان كتير لان الناس ما بتحبش الوان التطريز كتير، هو لون واحد. يعني احنا عندنا النهارده كل الاذواق. بصوا بقى العبايه من تحت دي، ده فستان يعني انا مش هقول عليه عبايه بصراحه. بصوا يعني انا بحب الابيض، احنا فردنا تقريبا الابيض بالصدفه ما شاء الله حلو قوي. بصوا التطريز القماشه مش مشدوده، كل حاجه مظبوطه فيها حلوه قوي تمام. ال الكم يا بنات استك، يعني عايز اقول لكم يمشي دراس جدا حلوه ما شاء الله. المقاس بتاعها برده مناسب، التطريز على الصدر كلم من تحت الصدر يظبط المقاس معاكي، كل تفاصيلها ما شاء الله حلوه جدا تمام. احنا كده معانا منها اللون الابيض، ومعانا الزهري والزهري وزي ما قلت الزهري برده، الزهري مع الابيض بجد تحفه خطير. الزهري اول لون بيتختم بالظبط زي الشتوي كده في الزيتي، كان الزيتي بيخلص الصيفي تلاقي الزهري بيخلص تمام. والمستر ده كمان الكحلي، والكحلي وهنا والاقوى مع النبيتي، خدوا بالكم كل واحده معاها لون التطريز بتاعها اللي بيليق عليها. ومعانا البترولي، افرد لنا الاسود، الاسود بقى خطير عشان الاسود برده يعني هنقدر نقول عليها عبايه خروج. بصوا يا بنات بصوا تحفه على فكره. الموديل ده يناسب البنات الصغيره كمان جدا، يناسب عرايسنا، يناسب الناس اللي جسمها برده بتبقى عايزه تظبط الجسم بالحبل كده، تلاقيها لمت ظبط ادى الجسم رسمه، فحلو قوي الموديل ده. ده معانا برده ب 150 ما شاء الله حلو جدا. الموديل ده حلو قوي يا بنات ما شاء الله. يبقى احنا معانا منه الاسود والزهري والابيض والمستردة والكحلي والاكوا والبترولي والنبيتي. روانزا، روانزا معانا في الشتوي مكمله معانا في الصيفي، في الصيفي بجد تحفه. بصوا بتبقى عامله زي هي فري سايز، فري سايز فري سايز يا بنات، الاستك هنا بيمط على حسب جسمك بصوا بالظبط. وبصوا الكم بتاعها من غير خياطه بينزل على راحته، دي تلتين كم يا بنات مش كم كامل، الشغل بيبقى واخد جناب العبايه كلها لغايه تحت. بس هو التلت بيبقى لحد هنا كده يعني زي اللي كنت لابساها السوداء من شويه تمام، يعني بتبقى حلوه، يعني طولها بيبقى مناسب مش قصير قوي. وليها كمان فتحه كده، امسك كده يا بسام، ليها كمان يا بنات فتحه من تحت تقدري تحطي تحتيها ليجنت، بتقدري تلبسيها مع كعب مع كوتشي، بتليق في الحالتين ما شاء الله حلوه جدا. معانا منها اللون الاكوا، معانا الاصفر، الاصفر الاصفر منور فيها قوي مع الوان الفوشيا والاورنج، حاجه كده يعني اللون ده ماشي حاجه كده يعني بجد ملفته جدا حلوه قوي تمام. ومعانا كمان منها المستردة، المستردة والزهري، الزهري يا سلام، والكشمير يا بنات والاسود، اسود والنبيتي، والنبيتي الابيض، فينا الابيض بقى لان روانزا في الابيض تحفه، في الابيض لو سمحت وزعلي الزهري. بصي يا بنات الابيض ما شاء الله الالوان بتبقى مع الابيض ناطقه جدا حلوه قوي. ما ننساش برده يا بنات هي ليها فتحه من تحت اهي، الموديل ده شياكه جدا تمام. الالوان بس ده ايه الالوان، لازم لما اقول له على موديل على لون يفرده لازم هو يفرد لون على ذوقه. حلو قوي تمام ماشي يا سيدي تمام.
والكحلي كمان والبترولي ما شاء الله كل الوانها حلوه والوان كتير. دول تقريبا برده 10 الوان، يبقى البترولي والكحلي والنبيتي والكشمير والزهري والمستارده والاسود والابيض والاصفر وفي الاقوى كمان. اه تمام حلو قوي. دي برده معانا ب 150. دول بقى اخر ثلاث موديلات معانا، هنبدا في اول موديل فيهم. ده موديل لشهر، ده تكلفته عاليه علينا شويه، يبقى عامل 170 ما شاء الله. حلو جدا يا بنات. بصوا تلاقيها تقيله من هنا. اه بصوا هي برده هنا اهي طبقتين تمام، عشان مفيش غيري في الشارع بيعملها طبقتين. اه تمام. اه ده موديل شهد يا بنات. التطريز بيبقى واخد نص الكم، ما بياخدش الكم كامل، بياخد الصدر وبياخد جزء من الكم كمان هنا تمام. خدوا بالكم في خياطه هنا وبتنزل بعد كده. اه بتنزل بعد كده كده، يعني تاخدي بالك من دوران الدراع وانت بتشتري. دي كده شهد. الموديل جاي من على الصدر، من على الصدر بس التطريز. معانا منها اللون المستارده، معانا البيبي بلو والبيبي بلو والابيض والابيض برده الابيض على فكره حلو قوي، والزهره والزهري قصير والاصفر والاسود والاسود تمام، المستردة المستردة والكشمير والنبيتي والبترولي ما شاء الله. يعني انت لو عروسه، الكشمير فردناش خالص النهارده، انت لو عروسه وعايزه تجهزي الالوان كتير في كل الموديلات، هتعرفي تاخدي من هنا من هنا من هنا، والاختيارات كتير والموديلات تقدري تجيبي، تقدري تجيبي حاجه عامله زي الدرس، تقدري تجيبي حاجه اللي هي نظام تطريز زي كده بدوي شويه، انا حباها عامله زي البدوي على فكره جميله. تقدر تجيبي حاجه تطريز كامل زي روانزا، عندك اختيارات حلوه قوي. عندنا كل الازواج. دي كده بكام معانا النهارده؟ 170 جنيه. 170 تمام حلو قوي. ومعانا نغم. الموديل ده في الشتاء مكسر الدنيا. نعم. جبناه في الصيفي بجد ممتاز جدا، بصوا الموديل ده انا بحبه قوي. حلو قوي قوي ما شاء الله، جميله جدا، عبايه شيك كده وراقيه في نفسها وكل تفاصيلها وما شاء الله جميله. بصوا التطريز كله جاي من الاول للاخر، والكم بتاعها زي ما بسام ماسكه كده، واخد من النص استك من هنا من تحت شويه، ومن اول الكم برده استك. عايزه اقول لكم في تلبسها حلو قوي، الاستك اللي هنا على فكره ما بيضايقش، الاستك حلو تمام. ده اللون العنابي الموف الغامق. ومعانا الفيروزي. الفيروزي. ومعانا الابيض. والابيض. ومعانا البترولي. البترولي والاسود. الاصفر. تمام. ومعانا البطيخي. ده مكر. تمام. بصوا يا بنات برده كل واحده ليها الوان التطريز بتاعتها، يعني عندكم هنا اللون البطيخي له ليه لون تطريز مختلف. بصوا كده. حلو قوي ما شاء الله، الوان التطريز بيعملوا لكم مستعجل على ايه بس انا الوان التطريز مع كل لون عبايه ماشي معاها حلو قوي. احنا كده اللون البطيخي ده التطريز بتاعه، بصوا الابيض بقى مختلف، المستردة برده، والكاكي بقى كله اللي هو اسود تمام، كله اللي هو البيج يا بنات بعد كده، وطبعا البطيخي اللي معانا التطريز اللي فيه كحلي ده برده معانا ب 170. تمام. اخر موديل معانا بقى يا بنات في الفيديو. بصي ما شاء الله حلوه جدا، انا افرد هنفرد كتير يعني. طيب تمام. بصوا الموديل ده يا بنات ده اسمه ايه، بدويه. بصوا الموديل ده حلو قوي وشغال جدا في الشتوي، وان شاء الله شغال معانا في الصيفي. بصوا الكم بتاعها، الكم بتاعها حلو واسع للناس اللي دراعها بيبقى مليان شويه، واستك من هنا عشان تفاصيلنا اللي احنا بنهتم بيها دي. بصوا والشغل بتاعها كمان جاي من الجناب رايح على ورا، يعني من ورا بتحس ان فيها شغل برده. جميله تمام. العبايه دي في تلبسها بتبقى شيك قوي وحلو قوي. احنا كده معانا منها لون الكشمير، وخدوا بالكم برده من الوان التطريز بين كل موديل والتاني تمام. التطريز ده حصري عندنا مش موجود في مصر. معانا كده منها اللون الكشمير والزيتي والاصفر. والاصفر هنا بقى اللون بيختلف بقى يعني. ايوه لون التطريز هنا الاصفر بتاعه تطريزه على اورنج وال ماشاء الله اكبر، يعني ده 3 اكس. ده 3 اكس ما شاء الله حلو جدا. بصوا يا بنات 3 اكس اهو معانا. 120 120 صح، دي 120 تمام. بصوا يا بنات التطريز بتاعها ما شاء الله، ده الجنب ورا وقدام تمام ما شاء الله. معانا كمان منها الابيض عشان الابيض ما كانش ليه في الشتاء. الابيض بتاعها تحفه. بصوا الابيض حلوه. مقاسها حلو قوي يعني، في كل المقاسات بيبدا من لارج ب 3 اكس برده 3 اكس دي 2 اكس ما شاء الله حلوه جدا يا بنات. في كمان معانا اللون النبيسي، انت هتفرد كل الالوان في دي. هو بسام شكله بيحب الموديل ده حلو قوي. كده معانا منها يا بنات اللون النبيسي كمان، وفي الاسود لو عايزه تجيبي هديه علشان عيد الام. الموديل ده مناسب جدا وحلو قوي، وتقريبا بيناسب كل الاذواق لان هو الشغل بتاعه واخد من الاذواق بتاعتنا المصريه كده حلو قوي. بصوا
والشغل اللي جاي من الجناب تحت مع الوان التطريزه والعبايه سودا يعني حلوه قوي. لو حطيتي عليها طرحه وخرجتي بيها خلاص هي معاكي قلبت خروج حلو قوي. وفي كمان منها اللون المستردة. اه بصوا التطريز بتاعها نبيتي برضو حلو جدا. وفي منها البيبي بلو كمان. البيبي بلو بقى ده اصغر مقاس فيها اللارج. اه بصوا ده اول مقاس يا بنات حلو على فكره يلبس برضو ما شاء الله جميله جدا. بصوا الوان التطريز الاصفر مع البيبي بلو تحفه يعني حاطين كده الوان مع بعضها ميكس تحفه. كده خلصنا الموديلات بتاعتنا خلصنا موديلات الصيفي. انتظرونا يا بنات على موديلات جديده بفيديو جديد من عند الملواني. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. سبسكرايب بس سبسكرايب. باي باي.